الحضور الكرام، سعدتم صباحا وأهلا بكم في بيت المدى بعد أن تقرر استئناف جلساته الأسبوعية. وهذه الجلسة هي عن فقيد الحركة الديمقراطية في العراق الذي اخترمت المنية حياته في العام الماضي، ولم يتسن لنا الاحتفاء بتأبينه بسبب المرض اللعين. واليوم نحتفي به ونجدد ذكراه. إنه الأستاذ نجيب محي الدين، الشخصية الوطنية والديمقراطية المعروفة. وإذا كان لابد من كلمة تعريفية بالأستاذ نجيب محي الدين، فالرجل رحمه الله من مواليد عام 1925، فكانت وفاته عن 95 عاما. انخرط في الحركة الوطنية والحركة الوطنية الديمقراطية وبالذات الحزب الوطني الديمقراطي منذ أواسط الأربعينيات، وبدأ صلته بالأستاذ كامل شادرشي الذي يعد زعيم الحركة الديمقراطية في العراق وأحد مؤسسيها أو بناتها. وبقيت هذه الصلة برئيس الحزب الوطني الديمقراطي إلى النهاية، وكان من المقربين للأستاذ الشادرشي حتى أنه قد زاره قبل يومين من وفاته. ومنذ منتصف الخمسينيات برز اسم الأستاذ نجيب محي الدين على أنه من رجال الحركة الديمقراطية، وأصبح عضوا في الحزب الوطني الديمقراطي بشكل رسمي، ولكن تاريخه التربوي كان تاريخا لامعا. ومنذ أن اشترك في انتفاضة عام 1952 ومشاركته بالمظاهرات التعليمية إذا جاز التعبير، قد رفع من اسمه حتى إذا اندثقت ثورة 14 تموز 1958، وبعد التداعيات السياسية المعروفة أصبح نقيبا للمعلمين عام 59، وبقي نقيبا لدورتين حتى اعتقل سنة 1963. وأود أن أؤكد هنا أن انتخاب الأستاذ نجيب محي الدين نقيبا للمعلمين ليس لأنه منتميا للحزب الوطني الديمقراطي فقط، يعني ليس بما نسميه الآن بالمحاصصة السياسية وما إلى ذلك. كان الرجل قد برز في الشريحة التعليمية وأصبح اسما معروفا في الوسط التعليمي في لواء ديالة ثم في بغداد، حتى عندما تبوأ نقابة المعلمين كان ذلك أمرا طبيعيا. والأستاذ نجيب محي الدين معروف بدماثة الخلق وطيب السريرة، ومواصلته مع الناس إلى النهاية.
ولكنه في السنتين الأخيرتين تعرض لمرض بسبب أوصاب الشيخوخة كما يقال. و يعني في السنة الأخيرة تماما انعزل عن وبقي في عمان، ربما التقى به بعض الأشخاص، ولكننا في بغداد مع الأسف انقطعت عنا أخباره. وحتى جاءنا خبر نعيه في العام الماضي. الحديث عن الأستاذ نجيب محي الدين حديث عن التاريخ الديمقراطي والحركة الديمقراطية في العراق وتاريخ الحركة التعليمية أيضا. ولكن لنبدأ هذه الجلسة بكلمة للأستاذ الفاضل الدكتور علي الرفيعي منسق التيار الديمقراطي والمدني في العراق. ذكر الأستاذ أنه هذه الجلسة الأولى، مو شيء، الجلسة الأولى بعد انقطاع. يعني بيت المدى مشكور حقيقة، مؤسسة المدى وبيت المدى مشكورة جدا في استذكار شخصيات لها دور في تاريخ الحركة السياسية في العراق، لها دور في المسار الديمقراطي في العراق. فجزيل الشكر لهذه المؤسسة وللقائمين عليها. نخص بالذكر في بيت المدى الأخ الأستاذ رفعت والأستاذ علي حسين ورئيس المؤسسة الأستاذ فخري كريم. طبعا تكلم الأستاذ رفعت انطف إيجاز عن شخصية الأستاذ نجيب محي الدين. يعني أنا ما عندي أكثر يعني أشياء أود أضيف، بس يعني في بعض المسائل، نجيب محي الدين كما ذكر الأستاذ رفعت هو من مواليد ديالة 1925، وفي تحديدا في مدينة الخالص. وبعد في بداية حياته انتقل والده كان موظف، انتقل إلى مدينة معقوبة و أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في معقوبة، وانتقل بعد أن أكمل كان عنده رغبة. يعني إذا حضراتكم شاهدتوا البرنامج مع الأستاذ شهادة للتاريخ مع الأستاذ حميد عبد الله، استعرض كان مقابلة من حلقتين مع المرحوم نجيب محي الدين، استعرض بها تفاصيل حياته ورغبته دائما في مسألة حقل التعليم. وبعد أن أكمل حصل على قبول في دار المعلمين العالية وفي كلية الحقوق آنذاك، كانت عنده رغبة، لكن ذكر الله يرحمه ذكر أنه كان رغبته هو التعليم، ولذلك التحق بدار المعلمين العالية وأكمل هذه الدار، وتم تعيينه مدرس ثانوي وكان معلم ابتدائي، وبعد ذلك تم تعيينه في حقل التعليم في مدرسة ثانوية في معقوبة. كان من دورته في دار المعلمين العالية الشاعر المرحوم بدر شاكر السياب، هم من نفس الدورة. وكان أيضا أنا ذاك بدر شاكر السياب بنفس الاتجاه السياسي مع المرحوم، اتجاه الديمقراطي تحديدا. كان يتابع النشاطات السياسية وما تنشر الصحف العراقية آنذاك، فكان مهتم بهذا الجانب. وارتبط حينما أجيزت الأحزاب السياسية في حكومة المرحوم توفيق السويدي في عام 1946، أجيزت 5 أحزاب سياسية، الوطن الديمقراطي و كامل شادرشي المرحوم كامل شادرشي، والاتحاد الوطني المرحوم الأستاذ أيضا العلم البارز عبد الفتاح إبراهيم،
وأيضا الاستقلال للمرحوم الشخصية الشيخ مهدي كبة، وحزب الشعب لعزيز شريف، وحزب الأحرار الذي كان على رأسه نفس رئيس الوزراء توفيق السويدي، وبرز كان وزير الداخلية آنذاك في الفترة التي أجيزت بها الأحزاب المرحوم سعد صالح جريو من مدينة النجف، كان وزيرا للداخلية وأجيزت لأول مرة العمل الحزبي. الرجل نجيب، موضوع حديثنا الأستاذ نجيب محدين، ارتبط في عند تأسيس لأول مرة انتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطي عند أول تأسيسه بصورة رسمية في عام 46. كان أنا ذاك في دار المعلمين على ما أتذكر، وبدأ العمل بنشاط في الحزب الوطني الديمقراطي واستمر في العمل. لم يغير خط السياسي الرجل، ألغيت الأحزاب وما استمرت الحياة السياسية مال 46 لفترة طويلة، ما راقت للوضع للآن ذاك وألغيت، تم إيقاف العمل السياسي الحزبي، لكن الرجل بقى على تواصل، وبقى المرحوم كامل الشادرشي والشخصيات اللي ذي على يمارسون النشاط، وصوت جريدة الأهالي الذي كانت بداية تأسيسها صوت الأهالي استمرت آنذاك في مواكبة الحركة الوطنية والنشر. والمرحوم الأستاذ نجيب محي الدين كان مواظبا في خلال هذه السنوات حتى عام 58 مع الحزب الوطني الديمقراطي، وبالسنوات الأخيرة برز كوجه معروف من ضمن الشخصيات الوطنية في هذا الحزب الذي كان له دور في الحياة السياسية الديمقراطية آنذاك. هذا جانب النشاط السياسي، لكن أيضا في مجال التربوي يعني المؤسسة التربوية عرفته تلميذا نجيبا في مراحل دراسته. الحق يعني وصف أنا كانت الكلمة الذي نشرت آنذاك بمناسبة وفاتي، كان عنوانها نجيب محي الدين اسم على مسمى، وفعلا اسم على مسمى، رجل مستقيم في مسيرة الحياة السياسية، رجل مستقيم في أدائه، نظيف اليد، رجل اجتماعي، يعني بلغ كما ذكر الأخونا الأستاذ رفعت 90 من العام، وكان متواصل ويانا في مجال التيار الديمقراطي، يعني وهو في أواخر أيامه قبل وفاته بأيام يتصل بينا أكثر ما احنا نتصل به، يسألنا على الأوضاع في ماذا استجد بالساحة السياسية، شنو موقفكم، لازم تتحركون، لازم تجمعون الروح. هذا نجيب محي الدين إلى أواخر، يعني أواخر أيامه كان مهتم في هذا الجانب. في مجال التربية يعني كان فعلا نجيبا في مراحل دراسته تأثر بجيل المعلمين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، هذا الجيل الذي كما تعلمون جيل التربويين، الثلاثينيات أربعينيات الخمسينيات تربويين، يعني رجال كبار كلتنا نستذكرهم، يعني احنا ما نستذكر مدرسينا معلمينا في الابتدائية والمتوسطة، الآن تأتي صورة أمامنا لرجال مخلصين في الأداء، يعني رجل ابن الأربعين سنة يدرس الصف الأول الابتدائي يجي كأب حنون على الأطفال، يعني يتماشى مع رغبات الطلاب في هذه المرحلة. هكذا كانت العلاقة التربوية، للأسف الشديد لا أعلم، لا أستطيع أن أحكم وضع التعليم، يعني بشكل عام هو الكيرف في هبوط، نتمنى أنه هذا الكيرف لا يرجع إلى وضع الطبيعي، يتوقف عن الهبوط. فأنا ذاك كانت المؤسسة التربوية مؤسسة فاعلة، يعني في مجال الوظيفة كان أحسن شيء هو أن يكون معلم مدرس، حقيقة يعني أمنيات الشباب أنا ذاك، ولذلك استهوته هذه المهنة وتأثر بسلوك هذا الجيل الأول الذي درسه الأستاذ نجيب محي الدين، وانتقل بعد ذلك كما ذكرت إلى بغداد وأكمل
دراسته وتعين في ثانوية بعقوبة واستمر بقي متواصلا كما ذكرنا مع إلى حين تموز 58، ثورة تموز 58. تم في أول انتخابات مهنية بدأت المحامين والمعلمين، تم انتخابه نقيبا للمعلمين. كما ذكر الأستاذ رفعت ملاحظتك جيدة جدا كانت أنه مو لكونه تم اختياره لكونه من قيادية من الوجوه القيادية في الحزب الوطني الديمقراطي، لا، لسلوكه التربوي، لمهنيته المهنية التي امتاز بها في الأداء، تم انتخابه نقيبا للمعلمين العراقيين. وحين بالانتخاب كان هو الأصوات الأعلى للأستاذ نجيب الله يرحمه، واستمر حتى عام 63 حينما وقع الانقلاب الأسود في 8 شباط وتم اعتقاله، مع كل كانت بداية النكسة الذي لا زالت آثاره بالعراق باقية لحد الآن. تم اعتقاله وبعد ذلك انصرف الرجل إلى العمل المهني البعيد، يعني طبعا فصل من وظيفته وعمله، واستمر الرجل في نشاطه السياسي ضمن اللقاءات الوطنية مع الشخصيات الوطنية. وحينما تأسس التيار الديمقراطي في بعد 2003 كان هو من رؤوس القيادات في هذا التيار، وكما ذكرت كان رجلا يعني متابعا مهتما، صوت نظيف دائما، محل احترام وتقدير الجميع. يعني ظل في سلوكه الرجل وطني وبقي يتابع كما ذكرت الأخبار اليومية. في السنتين الأخيرة انتقل كما ذكرت إلى عمان، لأن وحده ماكو عنده أحد، رجل وحيد بقى بالبيت، فانتقل عاش ويا بيت أخوه المرحوم الذي توفى قبله خالص محي الدين، بقى بالبيت يعني حتى عائلة داري إلى أن انتقل إلى رحمة الله في السنة الماضية. الحقيقة وفاته كانت خسارة كبيرة نعتبرها لحركة السلم والتضامن والتيار الاجتماعي، كان أحد أبرز أعمدة هذا التيار الديمقراطي التي من خلاله يعني سمعته تجذب الناس للعمل في هكذا تجمعات ديمقراطية وطنية. للفقيد الرحمة، لروح السلام، ولأهله للأسف الشديد الرسالة لأهله، يعني مال هذه الندوة وصلت اليوم، خابروني وأنا في الطريق، خابروني أنه من عمان والأقاربهم في بغداد، واصل الرسالة متأخرة لهم وما استطاعوا يحضرون هذه الجلسة، لكن احنا اكو تسجيل لهم استاذ، اي، فهم طلبوا مني التسجيل، فطلبوا التسجيل لكي يستمعوا الى اهتمامنا، اهتمام المدى، اهتمام حضراتكم بهذه الشخصية الوطنية. شكرا لحسن استماعكم. جزيل الشكر الأستاذ الفاضل الدكتور علي الرفيعي. والآن الكلمة للأستاذ الدكتور عادل تقي البلداوي، والدكتور البلداوي هو مختص بتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي. كانت رسالته للماجستير عن الحزب الوطني الديمقراطي والدكتوراه عن الحزب الوطني التقدمي، وهو أحد أجنحة هذا الحزب. والحقيقة ذكرنا هذا الموضوع بالجلسة التي عقدها الإعلامي الدكتور حميد عبد الله مع الأستاذ محي الدين. طريقة الدكتور حميد عبد الله لإثارة الموضوعات التاريخية حتى لو كانت يعني موضوعات ليست يعني بالضخامة. وعندما أراد أن يستدرج الأستاذ نجيب محي الدين إلى بعض القضايا، كان الأستاذ نجيب محي الدين على طريقته في الحديث وعدم التعرض والهدوء في الإجابة. والحقيقة أن والأستاذ المختص بهذا الموضوع، الحقيقة أن الخلاف داخل الحزب الوطني الديمقراطي
يعني حسب ما سمعت من الكثيرين ومنهم الأستاذ نجيب محي الدين قال إنه ليس خلافا بالمعنى الخلاف يعني الخلاف الفكري، وإنما هي وجهات نظر لتقييم يعني سياسة عبد الكريم قاسم ليس إلا. يعني المطلع على تاريخ الخلاف أو ما سمي جزافا بأنه انشقاق عن قيادة الأستاذ الشادرشي كانت وجهة نظر الأستاذ محمد حديد أنه يجب دعم عبد الكريم قاسم لأنه كذا وكذا، والأستاذ كامل الشادرشي رحمه الله على طريقة الساسة الأقدمين بال يعني تتسم بعض السلبية أنه تجميد الحزب والانسحاب وما إلى ذلك. الأستاذ نجيب محي الدين عندما كنا أسأله عن هذا الموضوع كان حذرا جدا بالإجابة حتى لا يبخس حق الجميع. والآن لنسمع لشهادة الأستاذ الدكتور عادل البلداوي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للأستاذ رفعت عبد الرزاق ومسجد المدى على هذه الدعوة الكريمة. أيها الحضور الكريم، أسعدتم صباحا حقيقة. يعني أتوجه ببالغ الشكر والاعتزاز والتقدير إلى مسجد المدى اللي دائما عودتنا أن تستذكر وتتذكر الرجال المخلصين والمبدعين في المجالات الحياة، التعليم والطب والسياسة والإعلام وغير ذلك، من ضمنهم طبعا الأستاذ المرحوم نجيب محي الدين الذي يعد أحد الشوامخ يعني في مجال العمل التربوي والعمل النقابي والعمل السياسي. طبعا مثل ما ذكر الأستاذ رفعت والدكتور علي الرفيعي أنه الأستاذ نجيب محي الدين المولود في ديالة وهو تركماني الأصل، وتخصصه كيمياء، واستطاع أن يتخرج من دار المعلمين العالية. من خلال لقاءاته وياه وأنا أعد رسالة الماجستير في تسعينيات القرن الماضي، هادئ الطبع متزن النفس، يميل للاعتدال دون التطرف، يميل إلى الحوار دون العنف، ولذلك رأى أن أفضل حزب يتناسب مع تكوين الشخصي وتكوين الاجتماعي هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعد من أحزاب الوسط. فكان يعني هذا الحزب والأستاذ نجيب محي الدين أنه يعني يبذلون كل ما بوسعه من أجل إصلاح النظام الملكي وليس إسقاطه، إصلاح النظام الملكي بالوسائل الديمقراطية عن طريق الصحافة وعن طريق وجودهم في مجلس في النواب عن طريق المظاهرات. لكن بعد أن يئس الحزب والأحزاب الأخرى من إصلاح النظام الملكي فهناك يعني نظريات سياسية، يمكن أستاذ الرفيعي متخصص بالعمل السياسي والنظم السياسي أكثر من عندنا، أنه عندما تتعذر الوسائل الديمقراطية في إصلاح النظام تصبح الثورة أمرا مشروعا، ولذلك أنه فكروا بإسقاط النظام الملكي من خلال تشكيل جبهة الاتحاد الوطني. وكان صوت الأستاذ نجيب محي الدين مدويا في المظاهرات وخاصة في انتفاضة 1948 وعثبة كانون وانتفاضة 1956، وكان يحلم بالثورة. وفعلا عندما تحققت ثورة 14 في تموز كتب مقال في مجلة المعلم الجديد: اليوم امتلكت حريتي. وشكلوا هيئة مؤسسة لتشكيل نقابة المعلمين، وكان هو عضو الهيئة المؤسسة التي وضعت اللبنة الأولى أو البيان الأول أو النظام الأول لنقابة المعلمين. فاز الأستاذ فيصل السامر نقيبا للمعلمين، وعندما أصبح وزير للإرشاد السامر عام 1959 نظام النقابة لا يجوز الجمع بين الوزارة والنقابة، فانتخب الأستاذ نجيب محي الدين نقيبا للمعلمين. وفي الدورة الثانية عام 1960 انتخب أيضا نقيب المعلمين. عام 1961 هنا هي النقطة المهمة جدا، انتخب محمد ناصر اللي قومي النزعة نقيب المعلمين، وهو خصم سياسي لنظام عبد الكريم قاسم. شوف الديمقراطية، وتقبلها سيد نجيب محي الدين، تقبله وهنأ النقيب الجديد وتمنى للنقابة أن تستمر في عملها المهني. يعني ما زعل، يعني شلون الآن احنا الديمقراطية فيها فوز وخسارة، ولذلك الآن يفترض يعني السياسيين الآن زعلانين قسم بهم الخسرانين إنه هاي مو انتخابات نزيهة، انتخابات مزورة. يعني لما يفوز انتخابات نزيهة، لما يخسر انتخابات. فشوفنا يعني خصم سياسي في نظام سياسي اللي هو محمد ناصر فاز بالنقابة وهنا نجيب محي الدين.
شوف، وكان نقيب معلمين، شوف نجيب محي الدين نسميه نقيب القدوة احنا، يعني ما وزعت نقابة معلمين أراضي للمعلمين، هو ما سلم أرض، قال أنا عندي، لأنه كان القدوة موجود اللي هو عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم اللي عنده أرض بالصويرة ورثها عن أبوه بيت، هداها مدرسة إلى أبناء الصويرة، القدوة موجود. الآن إحنا يعوزنا القدوة، القدوة موجود، يعني لما تشوف موظف يبوق يقول هي بقت عليه الوزيدة يبوق بقت عليه، لأن القدوة ما موجود. فالقدوة كان موجود اللي هو عبد الكريم قاسم، بغض النظر أن اختلفنا وياه في كثير من ممارساته السياسية، بس كان نزيه وطني، قدوة في كل شيء. ولذلك النقيب كان مترفع مثلا أرض سكنية، ولذلك شوف هو نسمي إحنا القدوة النقيب. كان يهدف من خلال النقابة، ليس تسييس النقابة كما تفضل الدكتور أستاذ رفعت ودكتور علي رفعي، إنه شلون يزهر العلم والثقافة بين أوساط المعلمين، وشلون تتوحد القوى الوطنية. هذه كانت أمنيته في نقابة المعلمين. اعتقل ب 63 الرجل، ب 68 رفع مذكرة جريئة إلى نقيب المعلمين أحمد عبد الستار الجواري، قال صحيح إحنا الآن خصوم سياسيين موجودين، بس استفادوا من عندي كنقيب معلمين، ثاني نقيب معلمين الآن في نقابة معلمين، وممكن الآن خاطر نقابتكم تنجح لازم تضغطون على الحكومة أحمد حسن بكر بعودة المعلمين المفصولين إلى الوظيفة، خاطر نبدأ صفحة جديدة من بناء هذا البلد. وهنا زعلوا قسم الوطنيين الديمقراطيين، قالوا شلون ترفع هيك هذا، يعني حتى زعلوا على الأستاذ محمد حديد وقتها لما استعانت حكومة أحمد حسن بكر بمحمد حديد في موضوع تميم النفوذ، قسم الوطنيين الديمقراطيين زعلوا قالوا شلون تتعاملوا يا حكومة عبد الكريم قاسم، قالوا أنا دا أتعامل في من أجل خدمة وطني، دا أقدم لهم نصائح حول موضوع التميم، لا تستعجلون بالتميم. وفعلا يعني كان رأي محمد حديد إنه التميم صح حق وطني مشروع، لكن وقته غير مناسب في 73 بعدكم أنتم الآن. لكن تدري اكو حديث للرئيس الاسبق صدام حسين قال الفنيين كانوا يخوفون من التميم، يقصد محمد حديد وطلعت الشيبان وربعه، ولذلك احنا السياسيين اتخذنا قرار، وكان واحده من نتائج المسائل يعني لا نريد ندخل في تداعياته. ولذلك هو قال اني كنت اتعامل مع مو نقابه معلمين كواجهه لحكومه احمد حسن بك، اتعامل مع شلون نخدم هذا الوطن بغض النظر ان اختلفنا او اتفقنا. عام 2003 كان يحلم بعودة الحزب الوطني الديمقراطي مثل ما تفضل الأستاذ علي رفعي، لكن لا نصيب جادرتي استطاع أن يعيد الحزب الوطني الديمقراطي ويلملم شمل الحزب، ولا هديب الحج حمود اللي اعتبر نفسه أيضا المغيث الشرعي للحزب أن يعيد شكل الحزبين يعني. حزب شكله نصيب جادرتي قال أنا الوغيث لأبوي، والنضال لا يغث، النضال لا يغث مثل الشهادة، يعني أنا الآن دكتور لا يجوز أن باتش عقبه أتوفى وأن أعطي شهادتي إلى ابني. النضال يرث، أبوك كان نعم رئيس حزب بس لا تسبب ضغوطة تكون رئيس حزب، النضال لا يرث. ولا استطاع لا دبل الحج حمود يعيد الوطن الديمقراطي مجد الحزب الوطني ولا نصي جادر، وذلك يعني أصيب بخيبة أمل. التقيت بعد 2003 يعني قال أنا رحلتي رحلة المعاناة والهموم في هذه الحياة، ولدت عام 1925 في بلد خاضع للاستعمار، وسودع الحياة في بلد أيضا خاضع للاستعمار، وإغاثته لا زالت ولا لا يؤمن هذا مغفونة للأجنبي، يعني غير متحرر كاملة. ولذلك الله يرحمه يعني كان يعمل بصمت ورحل عنا بصمت، ولكن الحمد لله اليوم مؤسسة المدى تعيد الذكرى ونحتفي وإياكم بذكراه العطرة سالين مولى العلي القدير أن يتغمد برحمة الواسعة أنه أرحم الراحمين. وشكرا للأستاذ رفعت، شكرا لكم جميعا. شكرا للأستاذ الدكتور عادل تقي البلداوي. من الذين التقوا بالأستاذ نجيب محي الدين في لنقول في الهزيع الأخير من حياته باحث جاد من أبنائنا طلبة الدراسات العليا، وقد نال الماجستير والدكتوراه بشكل جاد جدا على خلاف الكثير من طلبة الدراسات العليا عندما يعني يتقدمون للموضوع بلا جدة وبلا حماس. الدكتور حميد حسون العقيلي أستاذ فاضل وله بعض المؤلفات التي سد بها فراغا كبيرا في المكتبة العراقية، التقى الأستاذ نجيب محي الدين في أيامه الأخيرة ونشر وقائع هذا اللقاء، وكان لقاء مهما جدا
كتب فيه أو أجاب فيه الأستاذ نجيب محي الدين على الكثير مما هو كان يريد أن يذكره في السنوات السابقة، ولكنه تدارك الأمر بشكل سريع بلقائه مع الأستاذ حميد حسون الذي يتفضل الآن بإلقاء شهادته بالموضوع. بسم الله، الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأتقياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه النجباء. السادة الحضور، الأساتذة الأفاضل جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مثل ما تفضل أستاذنا الطيب العزيز أستاذ رفعت عبد الرزاق، معرفتي بالراحل الكبير الأستاذ نجيب محي الدين متأتية من خلال مقابلة شخصية معه في مرحلة الدكتوراه بتوجيه من أستاذي طيب الذكر، أحييه، الأستاذ الدكتور عادل تقي البلداوي الذي كان حريصا على إجراء مقابلات شخصية مع جميع الشخصيات التي عاصرت وكانت شاهد عيان في العهد الملكي، ومن ضمنها كان طيب الذكر نجيب محي الدين التي أجريت معه مقابلة نشرت في أكثر من صحيفة عراقية على رأسها جريدة المدى الموقرة، وبجهود طيبة ومباركة من أستاذنا الكبير أستاذ رفعت عبد الرزاق. يعني سألقي على مسامعكم نص المقابلة المنشورة. لا أبالغ عندما أقول إن صباح يوم 11 شباط 2018 كان صباحاً مميزاً، وكيف لا يكون كذلك وأنا ألتقي بشخصية تميزت بالتوازن والاعتدال والموضوعية في حديثها والإخلاص والتفاني والمهنية والنزاهة في أداء عملها، وحب العراق والولاء له مقياس تقييمها للشخصيات التي عاصرتها. لذلك رأينا من المفيد جداً نشر أهم ما جاء في هذه المقابلة الشخصية التي أجريتها مع نقيب المعلمين الثاني في حقبة الزعيم عبد الكريم قاسم بعد الدكتور فيصل السامر، ليتحدث عن ذكرياته وأبرز محطاته السياسية والوظيفية، بالإضافة إلى تقييمه لحقبة العهد الملكي بوصفه من مواليد ديالى 1925، وبذلك يكون شاهد عيان على كثير من الأحداث السياسية والاجتماعية التي عاصرها. من هذا المنطلق بدأ اللقاء مع الأستاذ الراحل نجيب محي الدين ليتحدث عن التعليم في العهد الملكي، فقال إن محاباة الذوات في التعليم أو في حالات الغش أثناء الامتحانات كانت قليلة جدا ولم تكن ظاهرة حينها، لأن بعض الشخصيات كانت تعتد بنفسها وتتمتع بأخلاق عالية وتقف بل وتتحدى بعض المسؤولين الذين يسعون إلى أنقاذ أبنائهم من العقاب أثناء حالات الغش. يقول كنت في حقبة الخمسينيات مديراً لإحدى الثانويات في بعقوبة، وكنت رهن إشارة مدير المعارف العام الذي أوكل إلي مهمة إدارة الامتحانات الخارجية في إحدى ثانويات لواء كركوك، وفي ثاني أو ثالث أيام الامتحانات لاحظت نجل متصرف لواء كركوك السيد مصطفى اليعقوبي يمتحن خارجي وكان يحاول الغش، وكما هي طريقة المعتادة أبدأ بالتنبيه ثم التحذير وآخرها الإخراج من القاعة الامتحانية، وقد كان معروف عن هذا الطالب بأنه متأخر دراسيا وجاء ليمتحن امتحان خارجي، وبعد تنبيهه وتحذيره لأكثر من مرة تبين أن الطالب كان فاشلا لأنه حاول أن يظهر نفسه بأنه نجل المتصرف، الأمر الذي دفعني إلى سحب الدفتر الامتحاني منه وإخراجه من القاعة، وبعد الامتحان أبلغت مدير المركز الامتحاني بذلك فامتعض وقال ماذا فعلت؟ ماذا تقول لوالده المتصرف؟ وللإنصاف أقول لم يبدي المتصرف أي ردة فعل، أما ابنه فكان بإمكانه أداء بقية الامتحانات لكنه لم يحضر. وفيما يتعلق بي، يعني شخص نجيب محي الدين رحمه الله، يقول تم تكريمي وذلك بنقلي إلى وظيفة أعلى وأرقى وهي معاون مدير دار المعلمين العالية في بغداد عام 1950. وفيما يخص قبول الطلاب في المدارس تحدث قائلا أغلبها كانت تتم على أساس مهني وتكون على شكل حصص لكل لواء حسب النسب السكانية، حيث تتم المنافسة بين المتقدمين ويتم قبول أصحاب الدرجات العالية، وبالنسبة لمدارس البنات فقد كانت قليلة جدا وغير منتشرة، ومعظم الألوية ليس فيها مدرسة واحدة للبنات، ويمكن القول أن نسبة قبول البنات كانت تعادل لواء في العراق كافة. أما البعثات الخارجية خارج العراق
فقد كانت تتم على وفق معايير موضوعية وتنافس بين الطلاب أيضا ليحصل أعلى المتقدمين على فرصة الدراسة خارج العراق. وعلى الرغم من ذلك كله فهي لا تخلو من المحسوبيات ومحاباة الأقارب والأصهار، لا سيما عند انسحاب أو وفاة أحد المتقدمين، الأمر الذي يجعل بعض المقاعد شاغرة. ولكن هذه الأمور كانت نادرة وقليلة وغير مؤثرة، لأن أبناء الطبقة الوسطى كان من الممكن قبولهم في البعثات إلى جانب أبناء الذوات. وفي الموضوع ذاته أشار الأستاذ الراحل إلى أن أول بعثة دراسية إلى الخارج كانت عام 1921، وقد تكونت من 9 أشخاص، 5 منهم درسوا التربية والزراعة والاقتصاد والكيمياء في الجامعة الأمريكية في بيروت، و2 منهم درسا اللغة العربية في القاهرة، و2 أيضا درسوا الطب في إنجلترا. وقد شملت هذه البعثة طوائف العراق كافة، لكنها أثارت امتعاض بعضهم لا سيما اليهود والمسيحيين الذين اعترضوا على هذه البعثة وقالوا هناك أسس موضوعية يجب الأخذ بها، منها اللغة الإنجليزية التي كانت يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لا سيما وأن لليهود والمسيحيين مدارس أهلية تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية، لذلك رأوا أنفسهم أكثر إجادة من المسلمين في هذا الجانب. وتجدر الإشارة إلى أن الملك فيصل الأول لم يكن منحازا لطائفة معينة، لذلك وبمجرد انتقاد هذه البعثة من الإعلام قام بتكليف رئيس الديوان الملكي حينها رستم حيدر وهو من الشيعة لمتابعة الموضوع. وفعلا أرسل رستم حيدر كتابا إلى وزارة المعارف يسأل فيه عن آلية اختيار هؤلاء الأشخاص، كان الجواب أن الاختيار كان وفق أسس ومعايير موضوعية، منها الكفاءة وحسن السيرة وعدم القدرة المالية، أي من غير الميسورين ماليا، لأن الأسر الميسورة كانت تقوم بتدريس أبنائها على حسابها الخاص. وقد قامت وزارة المعارف بتعريف الأشخاص 9 واحدا واحدا، وكانوا جميعا ممن تنطبق عليهم الشروط، ولم تعتمد مسألة النسب السكانية. وأتذكر الكلام للراحل نجيب محي الدين أن أحدهم كان يهوديا اسمه جاك عبودي، يعمل يعمل أستاذا في كلية الطب ومختص بمرض الأعصاب، ويعد من أفضل الأطباء علما وسلوكا. وبما أن الحديث مع الأستاذ نجيب محي الدين يمثل شهادة تاريخية عن العهد الملكي الذي عاش فيه أكثر من 3 عقود، انتهزت الفرصة لمعرفة تقييمه للنظام السياسي آنذاك والدستور والانتخابات، فقال للأسف لا يوجد الآن توجه لتبييض سيرة النظام الملكي، وكأنه نظام لا توجد فيه أي شائبة، لكن أقول إن النظام الملكي فيه من الإيجابيات نعم، لكن طيلة العهد الملكي لا توجد انتخابات حرة نزيهة، ما عدا انتخابات عام 1954 واستمرت ليوم واحد فقط وأجهضت من قبل نور سعيد، حيث كانت الانتخابات تتم بالتعيين وليس الانتخاب. وأكثر من 2/3 عمر العهد الملكي كانت في أحكام عرفية في معظم أجزاء البلد، ولم تشكل وزارة واحدة إلا من خلال التوافقات بين الشخصيات المتنفذة والموالون لهم، والولاء كان له أهمية بالغة في تسنم المواقع في العهد الملكي، فالبعض يحسب على الإنجليز والبعض الآخر يحسب على البلاط وآخر يحسب على نور سعيد، وهكذا كانت الولاءات لها ثقل كبير بالإضافة إلى وجود المتملقين، لكن المسؤول في العهد الملكي يختار الموالي الكفوء في معظم الأوقات. على هذا الأساس يبدأ المتهافتون على المواقع والمناصب لا سيما في أوقات الانتخابات لتقديم فروض الطاعة للمسؤولين الكبار، وكان معظم الذين يصلون إلى المواقع الحكومية المهمة من الموالين الذين بإمكان المسؤول الكبير الاستفادة منهم، لأن لهم ثقلا اجتماعيا أو لديهم لوذعية في الخطابة أو ما شابه. نتيجة لذلك حدثت طرائف في بعض الانتخابات، منها على سبيل المثال يفوز نائب معين من دون أن يرشح نفسه أو يعلم أو هو لا يعلم بالترشيح أصلا، أو يفوز شخص في مكان معين في لواء وفي لواء آخر يفوز أيضا. والأمانة تقتضي القول أن المركز الاجتماعي والسياسي للعائلة كان له دورا كبيرا، وهذه حقيقة شاخصة في العهد الملكي، لأن فيه من نقاط القوة الشيء الكثير الذي يمكن الاستفادة منه. مما سبق يبدو واضحا أن وجود الأصهار والأقارب في المناصب كان نتاج طبيعي وأمر واقع نتيجة غياب النظام الديمقراطي الصحيح الذي يعتمد على الأساس الكفاءة والقدرة،
بالإضافة إلى ذهنية المجتمع في العهد الملكي التي كانت تتقبل هذه الشخصيات التي تنتمي إلى أسر ذات وزن كبير ومقبولية اجتماعية، وكان معظمهم محترمين في الوسط العراقي، ومن هؤلاء السيد رشدي عبد الهادي الشلبي الذي أصبح وزيرا لأكثر من مرة في عقد الخمسينيات، وهو بالرغم من أنه خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن بالمقاييس الموضوعية والكفاءة التي تحتاجها الوزارة ليس له نصيب في هذا المضمون، لا بل لا يأتيه دور لوجود الأكفأ منه، لكن لأن والده السيد عبد الهادي الشلبي الذي كان نائبا ووزيرا، فضلا عن أنه أحد أبرز وجهاء وأعيان بغداد لا سيما في مدينة الكاظمية المقدسة، أعطي هذا المنصب. وفي حديثنا عن الأحزاب السياسية تطرق الراحل رحمه الله عن انتمائه إلى الحزب الوطني الديمقراطي عند تأسيسه عام 1946 حينما كان في المرحلة الثالثة في دار المعلمين العالية، وعن رئيس الحزب كامل الجادرتشي قال: لم يظهر منافس لكامل الجادرتشي في صفوف الحزب، ولأن كامل الجادرتشي يمتلك المؤهلات والمكانة بقي مسيطرا على الحزب حتى عام 1961، ولو كانت هنالك زعامات أقوى منه لوصلت إلى رئاسة الحزب، حتى الذين كانوا بالضد منه كانوا ينتقدونه في مجالسهم الخاصة فقط، ولم يكونوا منافسين له، وفشلوا في إيجاد بديلا عنه، وينطبق الأمر نفسه على عبد الفتاح إبراهيم رئيس حزب الاستقلال، وعزيز الشريف رئيس حزب الشعب، ومحمد مهدي كبة رئيس حزب الاستقلال، ولأن زعماؤها استحوذوا، عزيز الشريف زعيم حزب الشعب، ولأن زعماءها استحوذوا على رئاستها لفترات طويلة، لكن عدم ظهور زعامات حزبية تنافس القادة أسهم بشكل كبير في بقائهم هذه المرحلة الطويلة. والحقيقة المرة أن معظم طاقم العهد الملكي غير مؤمنين بالديمقراطية والحياة الحزبية، ومنهم توفيق السويدي الذي ترأس رئاسة حزب الأحرار الذي أسسه إلى تنازل عنه إلى سعد صالح، وهو أقرب الناس إلى الديمقراطية وكان شخصية جديرة بالاحترام والتقدير. أما شخصية محمود أحمد السيد وعبد القادر إسماعيل وعبد الفتاح إبراهيم فكانوا أقارب ومن القلة المعدودة المثقفة حينها، لأنهم من حملة الشهادات، والأخير يقصد عبد الفتاح إبراهيم كان قد أرسل في ثالث بعثة علمية ليتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت. أما عبد القادر إسماعيل بالإضافة إلى حسين جميل فقد تخرجا من كلية الحقوق، وبالتالي جمعتهم الثقافة واستوعبتهم جماعة الأهالي، وقد حاولوا تأسيس حزب لكنهم لم يفلحوا في ذلك، والنتيجة انتمى عبد القادر إسماعيل إلى الحزب الشيوعي وتوزع الآخرون على مدارس فكرية شتى. وسألته عن انضمام عبود الشالشي للحزب الوطني الديمقراطي فقال: كان لعبود الشالشي علاقة شخصية وصداقة حميمية مع حسين جميل، والشالشي اسم كبير في الوسط الاجتماعي لأنه مؤرخ وتراثي ولغوي، وقد كان إضافة للحزب عندما انتمى إليه لأن له ثقله ووجوده، وقد أعطى الحزب تنوع، وأن الحزب لا يقتصر على المثقفين واليساريين في الوسط السياسي، وقد انسحب من الحزب مع عبد الكريم الأزري لعدم استيعابهم الفكر الماركسي. والأخير يعني عبد الكريم الأزري لم يصبح وزيرا لو لم ينسحب من الحزب الوطني الديمقراطي، وفي الواقع أن الحزب الوطني الديمقراطي لم يكن حزبا شيوعيا لكنه اقتبس أفكارا ماركسية، وأن تسمية حسين جميل للحزب بأنه حزب يسار الوسط كان سليما جدا للفقيد الذي اجتمعنا لذكراه الرحمة والمغفرة والذكر الطيب، ولمؤسسة المدى دوام التوفيق والعطاء، ولأستاذنا الكبير رفعت عبد الرزاق دوام التسديد ورعاية هكذا فعاليات ونشاطات. شكري وتقديري وامتناني لجنابكم على حسن الاستماع، وآسف على الإطالة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، شكرا للأستاذ الدكتور حميد حسون على كلمته. والحقيقة أن رسالة الدكتوراه للأستاذ حميد كانت عن المصاهرة والقرابة وتأثيرها في تاريخ العراق السياسي الحديث، موضوع يعني جسيم جدا، ولهذا أشار في هذه الكلمة التي ألقاها إلى بعض من هذا الشيء. فيما يتعلق بـ
خروج الأستاذ عبود الشالشي من الحزب الوطني الديمقراطي، صدرت بعض الكتب تشير إلى أن خروج الثلاثة، يعني أقصد صادق كمونة وعبود الشالشي وعبد الكريم الأزري من الحزب الوطني الديمقراطي، كانت لأسباب يعني لا أقول غير ديمقراطية. المعنى هذا ما أريد أن أفصل الموضوع. منهم الأستاذ حسن العلوي في كتابة الشيعة والدولة القومية، وهذا الموضوع قد أثير في أكثر من مكان بين يعني الأوساط السياسية العراقية. وعندما زار بغداد الأستاذ عبود الشالشي لمتابعة كتابه الأخير، التقيت به في مكتبة المثنى وسألته نفس السؤال، وأجابني بكتاب يعني بمذكرة مطبوعة على آلة الطابعة وموجودة عندي، إن خروجه من الحزب الوطني الديمقراطي بسبب سياسة الجريدة. الجريدة قامت تميل إلى اليسار يعني أكثر من اللازم، فيقول أنا ما يناسبني هذا الموضوع. هذا عبود الشالشي. أما صادق كمونة وعبد الكريم أزري فقد أشاروا في وقتها في بيانات بخروجهم من الحزب الوطني الديمقراطي. فما يقال عن خروج هؤلاء من الحزب الوطني لأسباب غير سياسية فهو محض افتراء، وربما هذه المدرسة التاريخية التي جاءتنا بعد 2003 لتفسير الأحداث العراق وفق تفسير طائفي، هذه لا يعني لا تصمد أمام حقائق التاريخ. الأستاذ عنده مداخلة، خلي تفضل. يعني بس تصحيح بسيط. نعم. تاريخ رحيل فقينا الأستاذ نجيب الحديد هو 25/2. نعم. 2021 وليس العام الماضي كما بنشوف في جريدة المدى البارحة اللي اختفى، يقول رحل العام الماضي. لا 25/2 بالضبط. هذه السنة؟ يعني 21. نعم. أنا أشكرك على هذا الاستدراك، إن شاء الله يعني أتابع الموضوع شخصيا. نعم، لأنه عندما توفي أنا كتبت مقالة وانشرتها أيضا بالصفحة مالتي بالفيسبوك، ثم قبل فترة أعيدت هذه المقالة بمناسبة مرور سنة وكذا. على كل حال يمكن التأكد من هذا الموضوع. من حديث شقيق الأستاذ نجيب محي الدين، الأستاذ خالص محي الدين الذي أيضا درج إلى رحمة الله، قال لي عندما أنجز الأستاذ نجيب محي الدين، يعني عندما حصل على قرار من الحكومة العراقية بتوزيع الأراضي على المعلمين، وكان هذا المنجز كبير يوم ذاك سنة 1960 أعتقد، وزعت الأراضي على المعلمين، وكان من يعني الذين يستحقون هذا الشيء شقيقة الأستاذ يعني نجيب محي الدين، ولم تنل هذه المكرمة شقيقة الأستاذ، وربما كانت هذه سبب من أسباب البرودة بين الشقيقين. الأستاذ خالص أكد على أن الأستاذ نجيب محي الدين لم يحصل هو الآخر على قطعة أرض، مع أنه هو كان الموزع للأراضي على شريحة المعلمين، وقال يعني بقول مشهور أنه النقط التي جمعت لي لا تكفي لأن تكون لي قطعة أرض بأسوة بباقي المعلمين. هذا الحديث ليس بعيدا، وإنما سنة 1960، فكيف صار وكيف جرى بعد ذلك، ولكم التعليق إذا توجد كلمة مداخلة أو شيء. من فرق
نعم صحيح. هاي الكثيرين يعني ابتعدوا عن قضية الاستفادة من قضية شهداء والمدري شنو، حتى الهاربين من الجيش سووهم مناضلين. على كل حال هذا موضوع هذا. الأستاذ جميل تفضل هنا إذا تحب. الأستاذ جميل طوان الاقتصادي، باسم جميل طوان الاقتصادي العراقي المعروف، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواقع أن تربطني وياه يعني في العلاقات عبر مجلس السلم، وقبلها التقينا في الموقف وفي محكمة الشعب كان مع أخيه خالص محي الدين، وكان نموذج في فترة توقيفه بالتضحية ونكران الذات، وآخر من كان يفكر أن يتمتع بأي امتياز أو حق من هذه الحقوق. النقطة المهمة، بعد ما طلع من السجن تعلمون في عهد البعث بدأت عمليات الانتقام والفصل، وكان هو من أوائل المفصولين، ورفض أن يطأطأ رأسه إلى أي واحد من هؤلاء، فاشتغل بالقطاع الخاص. وأول ما بدأ عمله بالقطاع الخاص اشتغل في معمل زيوت مع اللي كان يمتلكه السيد محمد حديد. ويذكر أن حادثة يمكن بعض الإخوان يذكروها، أنه كانوا ينتجون زيت الزيتون، وكلفة زيت الزيتون غالية جدا، وكان يخسر المصنع في هذه الفقرة. فتقدم منا أحد الكيمياويين وقدم له اقتراح أنه أنا ممكن أحول هذه الفقرة من خسارة إلى ربح، أن أؤتي بعطر الزيتون وأضيف إلى زيوت أخرى لكي نحقق ربح في هذه العملية. فجاوب وكان حاضر المرحوم استاذنا نجيب محي الدين، قال له هالمرة راح اعفو عنك كونك انت غريب عن البلد، مو عراقي، كان جنسيته فلسطينية. انا من يوهب نفسه وامواله للبلد لا يمكن ان يفكر يغش ابناء البلد، فراح اصفح عنك ابقيك بالمصنع ما ابطلك. ورفض وبقى الانتاج يتعرض الى خسارة. بعدها كونه كيمياوي ايضا اشتغل في مصنع مجاور لنا في منطقة الوزيرية لاحد اقاربه، اتذكر اسمه يمكن حميد هندي. المصنع ينتج بطاط، هذه الربلات مع السيارات وغيرها، وكان الانتاج المحلي اغلبه يعني غير مطابق للمواصفات. المصنع الوحيد اللي كان هو ينتج مطابق للمواصفات ويباع باسعار مضاعفه، رغم انه اكو مجال كان للغش وغيرها من هذه، فكان يرفض، وكان انتاجه محدود ومحجوز مقدما. يعني شوف السلوك بالتربوي وغيرها، المواطنه لا تنطبق هنا وتترك هناك. يعني كان رجل نقي وصافي في سلوكه وفي تضحياته وخدمته، وبقى المصنع ينتج أفضل أنواع المطاط اللي يضاهي الكل، يضاهي الأجنبي حتى، ولحين ترك العمل وبقى سنوات. يعني هذا ما أردت أن أذكره. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ باسم جميل على هذه الإضافة الجميلة حقا. الأستاذ نجيب محي الدين حديث عنه حديث طويل، ونكتفي بهذا القدر، وشكرا لحضوركم وإلى لقاء آخر، وشكرا جزيلا.